بيك امبارح كنت بتكلم مع عم حضرتك وقال لي ما تعزنيش، ده احنا في فرح وابننا شهيد، فانا مش هكرر تاني واقول واحاول ان انا اعزيك، لكن بقول لك يعني مبروك، انت ليك اخ، ليك اخ بطل، ليك اخ مثال ونموذج يحتذى بيه. برحب بيك، واحنا بنحاول ان احنا نعمل حملة يعني صغيرة كده كدورنا كإعلام على قد ما نقدر علشان اخوك يبقى شخصية العام. ايه الرسالة اللي انت حابب توجهها؟ اول حاجة طبعا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. يعني بشكر الشعب المصري كله طبعا، اخويا ممشي، اخويا لسه عايش ان شاء الله. انا بشكر قناة الحياة، وبشكر الحملة اللي كده محمد اخويا طبعا الله يرحمه، وانا اخويا ممشي فعلا، انا اخويا انا لسه فرحان، انا فرحان له من قلبي والله، بس الفرقة صعبة، فرحان له من قلبي. أنا أخويا مماش، أنا أخويا شهيد عند الله. طبعا أنا أحب أوجه رسالة بس، إحنا أنا وأخويا طبنا على الوطنية، بنحب مصر، إحنا بنحب مصر من قلبنا والله. علشان كده وزير الدفاع قال قرار إن أنا أعفني من الجيش، لا أنا عاوز أروح الجيش علشان أخدم بلدي وأدافع أجيب حق أخويا. طبعا النهارده الصبح رئيس السيسي طبعا بعت عربيه مخصوص من مصر يجي ياخدوا ابويا ومامتي ان شاء الله، اخذوهم وبحاول ارن عليهم الوقت اللي التليفون مقفول. طبعا شكرا جزيلا للسيسي طبعا، وبشكر شعب مصر والله واقف جنبه، واقف جنبنا واقفه جنب حلوه يعني الصراحه. وبشكر طبعا قناه الحياه، وبشكر الحمله اللي معانا طبعا. ده احنا اللي بنشكركم، احنا الله احنا الله. احنا اللي بنشكركم ومتشرفين بيكم ومتشرفين باخوك، ويعني احنا بنتمنى لكم الخير كله. لكن يعني هل في تفاصيل عن زيارتكم للرئاسه، ولا ما حصلش لسه تواصل بشكل؟ لا والله نبرنا عليهم الكلام ده، كان الساعه 11 بنعرف، بقول له اتفقنا بابا، قال لي ان دلوقتي قدام اصل الاتحاديه، فبرن على الساعة 12 كده لقيت تليفوني مقفول، ما برن على مامتي لقيت برضه تليفوني مقفول، مفيش أي أخبار والله. أنا بشكرك وبحييك وبشكر الرئاسة على سرعة الاستجابة، وقريبا نسمع إن محمد أيمن الشهيد أصبح شخصية عام 2015، الهاشتاج محمد أيمن شهيد 2015. أشكركم مشاهدين على المتابعة، تحياتي وفريق البرنامج، إلى اللقاء.